بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كوا عشر كي كيو طبنات كمذا من كتاب الجنايات من منهاج الطالبين، وحين كسو جري أعضادي يحبنه اللقوي يمقتودي ديدودي حين صومر إلا بحبن حبنها أنا وحين صوشقني شلي إن أيما قاركونا شن يطبن كردغان أيما اللح يطبن كردغان مركا وحين صومر إلا بحبن حبن كباد ودقها أها إيو إشي إنديه بين صومر حبن كصدحات بين كجوك سني وفي كل جفن ربع دية ولو لأعمى ومارن دية وفي كل جفن بال والباء وبالاشا إنها كمذا دبا الله هذا ربع دية ديو أفرميلود ميل بواجبية أفرميلود ميل أيا كواجبية ولو لأعمى إن دولب حال هذا بالكاس يو يدبا الكاس لأنه وحا أربو كتقوا إشي دبولك وابد قبا وفي مارين دية مارين كاسنا دية كواجبي دية كواجبي مركو وفي كل جفن تاس عنده إلا الراعي ودي إلا الراعي مركو وحبن كي وهري إلا سعوتا دي قول لغا سارنا حبن عصب هي نقانيس حديث كمرك حديث كو أصح ذي أو بدن ما أي جرتو حديث بدن كو أصح ذي ما أي جرتو لكن زيد بن ثابت هي جماعة من التابعين أي سيدة حكومي وأنا سيدة اللو بدي هاي وذاتها قاركودنا إجماع بيسو قوريان إجماع لكن مش مسوقنو وبعض السلف يا وحي سوقن ثلث الدية ثلث الدية السوقان وفي كل جفن بال والباء ما الضبول والبو كميدا إن لها الضبول لضوض ربع دية دي ربع عدبا كواجب أفر لو دقا ماشيت دي دانا هاد دوحان لأيغا يروح لقا قوي بالك لقا قوي بالله فيرين الدولاب هاي يدو دادي قهابا ولو لأعمى ولو كان الجفن ضبولك أما بالك هاي يشي لأعمى مركا وجفن الأعمى كجفن البصير أيو كعب بري محرر عبارة ساكفي عنيد با وجفن الأعمى مت كان دولها حربتي سيب بالكيسو كجفن البصير كوحارك هاي أي لطوطة وإسكو مت بالوجه ذا لأن مد والباء قروح هي منفعة كترتية الضبول ونقسن إيش أرك ديضا هو مسألة كالو حبن قونية وفي مارين أمرك إمام الشافعي أمرك لو يدو لمحاضر عسكة جفنك إن أتكوى جبسو شريعة ضوحا كبر نيب وروح شرك حبن كي هل حباء دي كاملة إلهي كوى جبين الرسول كوى جبين وحي الله بحبن وضانا كيبا نصف الدية كوى جبته صادرت ضوحا نوغا قياس قاتي وحي الله بأفرانا مد والبين ليلاده لباتن يشنبو له مركز داس ورأي سليم وي وفي مارين مارين الأنف سنك أنت سجل إحسان مارين كو وما لان من الأنف كتاب القصص بين كوزو مري طيب سنك أنت سجل إحسان عرشو ضله إن لفت على هاي أنت سجل إحسان لفت كركاس كبل لباتا أنت أيضا دية كاملة كواجب كل بروحي اللي بقويم بلو إيه اللي بيدد جوحي هاي حديث كعام من حسب أنا كويمد وفي الآن في إذا أوعب هذه سنك سل لجويو ولا دم يستر جوينتيس الدية دية كاملة كواجب هو إذا مركا دو حين نغنو لباتان يوشن نكنا حين نغنو يا مركا يدها يسوقبتها هو إذا حين نغنو يسكون تمر ونكنا حين نغنو يا بقول وفي مارين الدية حديث كقول الصحيح إجماعنا ولا سوق جوري سل ذا يدها وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث وقيل في الحاجز حكومة وفيه مادية حوجد بيشغلون هذا كهله سنكو أركتين هذا والله بال أردن كان أردن كان يدحتال صدح قيبو طوي وفي كل مد والب من طرفيه مارنكا سنك الذي يسدل نعيض ضاء يو الحاجز التات كود حيا دحتاشة ثلث دية باك واجبية مكتيس الزوماء هنا دي كون بقول ما هنا دي انت نردن لو ذا قويو انت نا تلي عسان هدي اللو حابيو سو بقول ما هنا بقول كون هلا قيبيو بقول كون هلا قيبيو صدح الله قيب هل قاسي كاي مانيس دن كان نوا صدني صدح ايه دهال دلول كيت دن كان نوا صدني صدح دحتاشونا وصدني صدح
ثلث دية باك كواجبية توزيعا للدية عليه دية بانو قيبين إنا أنو قيبين إنا صنكي لقوية بقول كاها إنا بقو حكومة أمضنا كو إجماعي قيل باو ديدنا وحوليه وقيل وحالي في الحاجة انت دحتاشا حكومة قاضي وحو قرطا كواجبي وفيهما في الحاج في طرفين دية مقبوحة كواجب قيل سوح عليك للداية انت دحتاشا مقصود بماها نفتم بينو قرشيسا واحد ضريره ماشي كي منو بقرشيسا سنكم بيرتو سيساي وهو حكو حرين يا والله بضان دعا مركا قيل كو حولي لوان دعبا مقتا اسكالي دحتاش انت دحضا وحي قاضي قرطو وفيهما أي في الطرفين دية كاملة كواجب لأن قروح ذا هي كما المنفعة بل بضع النعمة كحرا انتهي حاجزك وحبطا مقب توقيل كله لكن صعب معه عندي لو حاجز كاس وحصعونا يا مجرال طيب حتى وسكدوا ما يلاقي نعمة وسكدوا ما هي جمالي وقروحنا مجريس حبين كمركة أفراد أي نوجد ابنه هذان مارين كدقنا صدح طيب وبشمه وفي كل شفة دبن والباء نصف دية باك واجبي شفتين قاعدة ولا بد بشمه تقرية تهوس لا بد بشمه هدي لجوجو إن دية كاملة أي واجبي سواء أما بقول أما كنتن على اختلاف كل باء لبي يدك ومسألة إجماعية سلف كي الصحابة اسكم يس خلاف طيب الإمام المدر بان إجماع سوق قرية كذلك ابن عبد البر حاقلوا سوقر شيء ابن قطان الفاسي ابن حزم واسكد قال ابن قدامة واسكد قال وداده كليه وحلسكو خلافي مد والبهدي جون لو غويو بشنت الصاري هي تهوس ما كلا قيمه بدي مسواسكو قيمه وداده وحي ان تهوس ايا قيمه بدن تو خليس عن دفت خليس راشينك خليس وحو وحي لعب خليس شقيس وا بشنت هوسيدين دبنت هوسو tan kore xogo waa kalmaati uun wajigana way qurxisaa iyo ilkaha wax badan ma qabatay yidhaahdeen sidoo kale qalkan hoose iyo qalka sare qalka hoose qiimo badan waa arintan waxa wax shaqeeya wax garaacay wax burburiyay waa asaga kan wuu iska fadhiyaa kore ma dhaqaaqo mid kore soo waa dhardhar meel fadhiya ninka shaqeynaya wax wada waa qaybtan hoose bishinta xagga raacsanayna waa la mid مرك بعض السلف وحيدا هذين دبنته سو حكا واجبي ثلث دية لحدا يلي حالات يو هل صدح لو قيب يلا بدلوا الكد بش انت انت تقارن حكا واجبي صدني صدح هي ثلث نيمان بهالك اكو دفت لكن مساله الاسكو راعي وا ما هي هدي لا بدل لو خابيو واديه كامله ومساله اجماعيه لا خلاف فيها حديث كعب بن حزم وكيمت في عمرو شعيب عن ابي عن جدي هنا وكيمت وفي الشفتين الديه انا سكت انا حبنكي وحي او غدبي شنات شنات مركا بعض النسخ من هاجك ماشي وحي قريان ان لحديه بشنتو ماشي كبلابتي ماشي كدمات بشن هذا هو لا يقان ماشي كبلابتي ماشي كدمات باي لا غاداني ما دغنو بعض النسخ بقى دغاي وفي لسان عرب لغوي وحا كواجبيه ولو لالكنا من عرب لبها نقضوا يا وأرتا مد حروف تسكش ذا يا وألثقا مد فأذا صوت رئي ثأذا طورة يا وطفل واللسان طفل دية كاملة عرف بواد أجد بي حروف في اللسان عرف كوا حكوا واجبية دية كاملة وي دي عرب لجوي مقبح ذاك واجبي ولو كان اللسان اللي قال كان ألقوا روحه عجم ألقى كم مركز وروحه عجم ذا عرف كوجرتي عن عرب كلا شكشجة أما حروف تقار كتسو ساري كرين أما أنا هو عرب لي أنا أما عرب كوي نادو بروح عرب كوي نادو وعرب لي حروف بدم بسكوها اللي كرين مركا نختار بنتي اللي جاي عرب كالورد وبا والله يريه مركا حروف تبسو ساري أقول روح على موج روح عند أول هاي ند داولة روح عرب كدو كوي نادو وعرب لي اللي جادو وميزان كسيب حن نقضي زائد مركا نعيها لقى تابن والهابين كدبنا حليك يسني عرب عادي كدب روحه وعادي والله ولو لألكنا عرب من عرب لو هنوضي وأردت وحن قصوا مرة في باب صلاة الجماعة اسكو حرشدي بان قصوا مرة ولا ما كان قصوا مرة وأردت أردت كنت بدوانك حروف أنا لسوش السوق من هي حروف مال وبشيد هي عرب لا أنت أنا كينيس حروف إدغام بوكاشر يعني واحد بس كل إدغام هي ك
كاسا أردك الليلة ألثغون أنت بضان وكحروبت صوتورة ثاب إيا فأذ إيا ما أنت لو فألي يسيروا أفلعك الكلا إيا وطفل ولسان طفل ولو لألكنا ولو لأردت ولو لألثغا ولو لطفل بيك دقانتاي عرب قام عرب علم هالنقضو أما مدوين هالنقضي دية كاملة كواجبي لحديث عمن حزم وفي اللسان الدية الإمام الشافعي بان إجمع سوقوري في مسألة عرب كهنة دية كاملة طيب في الأم وحكى له سوقور شيء من منذر وحا سوقور ابن حزم في مراتب الإجماع مركا إجماع كان بقى ابن حزم عرما لهم إجمع سوقين وياي مركا اللي صقه بأوشه ومضى نفطه وكير دية كاملة كواجبي أسونا مقبو حلاء يوليه وقيل وحالي شرط وجوب الدية وحاوي شرط الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه لبكاء ومص ولأخرس حكومته قيل بوحولي هاي عرب كشارع كهالي الدية كاملة لقواجبي وعرب أي بدقبة وحروفتك هاللي كرة بمعنى حون لإمن كرة لكن عرب كيسوس كرة وحوانا أنشيقين حقا أن لقوه بن متلا إنو بدقبة وفيوية هاي دية لقواجبني وقيل وحال ليلي شرط لسان الطفل المها يركى عرب كيسو عرب كما بحنتي شرطه وحوي ظهور اثر نطق هذا الراد كي انو موقضه هذا الراد كي انو موقضه المي هو بابا اي ماما اي وحون حروف شيخ هاي يا دادا اي عرض وارد تمك يريين حروف سيدي بقرة واقام بعضه حروف اللسان طرف اللسان يا شفتين حروف تكبحة بيدربوا صوت وراك حروف تنكاي امتحان كي حق جرت وقالتها مرضا بي في عناظين بي كل واقع لكن حروف الشفتين كبحة سيدا بعض يميم كي ديل كي وحبا طرف اللسان يدو وأود يرتاح طيب مركا وحولي يقيلكو عربك لقمك بحن علمها وإنو يعرب أي كم وقت السلام بداية السلام حروف معن أي كم وقت أثر النطق وذلك عفوا بتحريكه لدقاجين تيسيبه حكم مقنية أثر النطق لبكاء لدقاجي ومس نوغمه لدقاجي عرب فيو وإلمه حكم نوغي أما كؤيه هايو ومركو أيها دي عطبة صوبحي روف صوبحي يعني مركز أحوان لنا هاي البداية تدل على النهاية مره دي أثر السلام أي بالله باطي بدو صلاح باب اللوضي والله ميد بان لنا القاسي لمران قيل كان أسقى وشيخ قيل كعب برينو الرافعي ولو نقضيي ونص إمام الشافعي ونص إمام الشافعي ونص إمام الشافعي في الأم كذلك في مختصر الموزني مركز إذا ساك إنه قيل كعب برينو مباهم تكالي إنه قيل كعب برينو لأن محايا إلي رأي الشافعي موزني الشيخين باصحانه الأصل هو محيوة براءة الذمة أصل وحاوي الروح إن أنقاني الدن لغلهي هذا الروح آدمها الدن يقان سارة إنه حب فيو أما فيو باللغف لها أما باللغوي وإن دن كسي الله سار كوروح اعتمادية الأصل هو السلامة قيل كنوح اعتمادية الأصل هو محيوة براءة الذمة من الدية من الدية ونحوها لكن حلوية السلامة هوتن قرمي أصل لقوته مرك لسوء سلامة سوغاتين أول لواتو أنسدنه ونعلن محل الخلاف كم بجرين عرب كأي كم وقت حروفتين وكه الله يو بدق بكاس نينك قوي هلا صاروا لكن عربا له بنبا وإحالة على مجهول إحالة على مجهول مركا الظاهر وأسلام إيو ما إيه الأصل وبراءة ذمة ذمة الجاني لبدا صلى الله عليه ولأخرس وللسان أخرس حكومة بواهاتي عرب أن إنجن أما أن من فعلهين أن الوهد لينن عرب كهديل لجوي حكومة يا واجب ما يراه القاضي قاضي وحقوق قرطو وبه قال أكثر السلف علماء هذه الأمة سيدا سيكوتا جين محايا لي لسان كلا الشيئي وحنكو حنبارينا كي يمد في سياق الإثبات كي يمد حنكو حنبارينا ينهي الكامل من الألسنة حنكو حنبارينا بالتالي عن سكوه غي مورد النص هدو وصف يسفلي هاي إن أوصاف طوران لتحق ليه عرف يو ومعتادة يو النبي وحكومة الله حكومي عرف كان إنجاقن كي لغاها الله يبماها لكن ما دام الجنايات تمت أيسا نقونا إن دان لآن حكومة الله صارو مركا
sidaas wey. Wuxuu gudbay xubinkii lixaad oo ilkaha ah, ilkaha ah. Tayib, walikulli sinin carab, ilig walba waxaa u ahaaday caafa, ilig walba waxaa ilig, iligaasoo lidakarin lab u ahaaday xurin muslimin khamsatu abciratin, shan geela, shan geela. Walikulli sinin ilig walba oo lidakarin u ahaaday lab, hadda haweenaydu marka waxay noqon haddee shan, shan bay noqotaan calal jadiid ku soconna hadda. Afwan, laba iyo bar baan u jeedaa, laba iyo bar bay noqonaysa haddaan calal jadiid ku socon. Muslimin khamsatu abciratin, shan geela u waajibay, waa inuu dakar yahay, xor yahay, muslim yahay. Laanna xorkan haddii addoon waa soo maray, waxa lagu dandhaba iyo qiimo waa iman doontaa insha allahu tacaala. Dakarkuna haweeneedaba ka ixtiraasayo oo noqonaysa laba iyo bar, khamsatu abciratin, shan geela. Xadiidka cabdillaahi camr ibn caas iyo kii camr ibn xasb oo ku yimaadeen marka ijmaacna waa la soo guuriyey. Ijmaaca marka waa ijmaac dambe. Khilaaf hore oo waxaa jiray sayidina cumar iyo jamaac min asxaabi ay ku dhaceen intaysan ogaanin sunnada, sunnada meesha ku timid, oo ay kala fadli jireen ilkaha sida ay faraha u kala fadli jireen. Shuruud baana loo shardiyaa markuu ilugu qaadanayo shanta geela. Shuruud afar ah oo matniga ku iman doonta iyadoo isdhex daadsan ayaa jirtay. Koowaad, an takuna asliya, iliga shanta geela laga bixin waa inuu yahay ilig asal ah oo uusan zaa'id ahayn. Ilkii bini aadamku waa ilig ka dheeraad ah oo raaran oo kor ka yimid oo ilkaaba ka baxsan. Haddii la rido shan geela inay ka waajibe laskuma waafaqsan. Tayib, iligu waa inuu yahay il asal ah oo zaa'id oo ilkii caadiga ah. Ilkaha muctaadka ayaa laysku ogyahayna waa lix iyo toban hoose iyo lix iyo toban kore, lix iyo toban hoose iyo lix iyo toban kore weyn. Ama waxaad tidhaahdaa waa laba iyo toban ilig iyo labaatan gawsa ah, labaatan gawsa ah iyo laba iyo toban ilig oo caada wey, afar fool iyo afar dhoolood iyo afar micyood sooma. Marka isku qaba intaa imisa yihiin? Saddex meelood min afara waa soddon iyo laba ilkaha guud, ilkaha guud soddon. Afar meelood min saddex meelood min afar waa laba iyo toban, dhan walba gawsuna waa shan. Ninkaas oo awliya guusa badan say u taalaa, dhankan shan way, dhankanna waa shan, waa toban, dhankanna waa shan, dhankanna shan, waa labaatan guusu. Guusaha muctaadka waa labaatan. Aduu meeqa ku yeelashay maxamed? Waad murmaysaa, way kaa daateen baan u malayn, waa iska riday sankori waxaad cuni jirta, way kaa daateen baan u malayn. Guusu soo shan maaha, guusu waa shan, labaatan guus iyo laba iyo toban ilig wey, soddon iyo labada way ilku. Haddii aad kala goysana waa lix iyo toban hoose oo qalka hoose ah iyo lix iyo toban qalka sare ah. Marka khamsatu, marka an takuna asliya waa sharta. Shardiga labaad, an takuna taama, taama ilig dhammaystira waa inuu yahay ilig dhammaystira. Ilig horaanba la jabiyey oo gummuda haddaan soo rido shan geel ay fuuli mayso. An takuna taama, ilig dhammaystira waa inuu yahay. Shardiga saddexaad, an takuna thaabita, ilig sugan oo meeshiisa ku dhegan oo shaqaynaya oo wixii loo geeyay ruugahaya oo hawl qabanaya waa inuu yahay. Oday ilkuhu ka dhammaadeen oo markuu iska saarayeen oo caraf la dhaqaaqaayo oo bishinta raacaaya, hadduu dhalaq iska soo yidhaahdo waa layma haysta marka iyada xukumun ba waajibmay ilig dhammaystiran ma. An takuna thaabita, ilig sugan waa inuu yahay oo halkiisa ku yaalla oo wixii loogu talagalay oo madqi iyo waxgoynaha qabanay. Waa aragteen duqeyda qaarkood iligu waa iska saaraya markuu hadluu dhaqaaqaya, markuu qoslo waa saas u socdaa. Marka bishintaan buu yuu xajin hayaa mooyeeli, saas iskugu dhicin wax kale uu haya ma jiro. Shardiga afraad, an takuna masquura, ilig dhacay oo soo baxay waa inuu yahay. An takuna asliya, taama, thaabita, masquuratan bimacnaa ilig intuu dhacay soo baxay waa inuu yahay. Oo haddii la rido ma dhammaan soo baxayn. Maxay ilmo yar haddaad ilig ka rido oon weli ilka dhacsanin, ilkahaasi markii la gaaray xilligii lasoo ilka baxa way usoo baxahayaa. Marka taana waad soo martay. Afashaa shardi baa iman doonto, matniga ku iman doonto oo saddexdaadsan wuuna sheegi doonaa sheekh. Sawaa'un, waxaan kala qaad lahayn akasara adh-dhaahira, qaybta kore jabiya oo minha min as-sinni duuna as-sinkhi aw qalacaha bihi, kala qaad ma laha. Sinkhigu waa jirida iliga qaybta ciridka gasha, inta jiridda guntiisa ciridka gasha.
ayaa sinkhiga leh, wa sinkhu wa al-aslu min kulli shay. Sawaa waxaa kala qaad lahayn kasra dhahir irga inta muuqata ee banaanka joogta jabiya oo minha min asinni duna sinkhi duna al-asli wal-jidri. Haddaad ilga intan muuqata jabiso oo dhammaystirto waa maqbuuxda. Jiriddii ciridkaaba ku hadho inta libertsan ee ciridku uu qarinayo, taasaa sinkhiga loo jeedaa. Iliga laga magbixinayo waa inta muuqata banaanka taal, laan inta wax qabatso inta maaha, qurux hadday tahay iyo waxtarb waa intaa. Salkan dambe la xidhiidho waa hawl kale, ciridkaa ku jirta. Tayib, asinkhu waa maxay? Waa mastatara min asinni fi laxmi, iliga inta ku qorsoon hilibka ee cirid ku jirtaa sinkhiga loo jeedaa, taa maaha. Aw qalacaha bi ama israaciyaaba, macal jiridda haddaad soo bixiso iyo inta muuqato goyso waa ilig baa riday oo jibisay magbuuxda laga raba. Aw qalacaha qalaca sinna bihi ay bisinkhi kala qaad ma laha, lianna sinkhigu waa taabic, lianna sinkhigu waa taabic. Sheekhu wuxuu yidhi wafii sinin zaa'idatin, xukuumatun soomaali durba inay bilaabatay an takuuna asliya, lasoo yidhi soomaa an takuuna asliya, ilaga shanta laga bixin asal waa inuu yahay. Wafii sinin zaa'idatin, ilig dheeraad ah, xukuumatun qaadu wuxuu gartaa ka waajibaya, idiyo go'an ma laha. Muxararku wuxuu ka cabiray wafii shaaqiyatin, shaaqiyaduna waa iliga ilkaha ka dheer ee zaa'idka ah, waa ilig raaran ilkaha ka dheer oo ka baxsan. Tayib, ka xukuuma ka waajibi qiyaasan baa lena caal usbucu zaa'ida, farti dheeraadkan maxaan ku soo maray xukuumo, kanna waa ilig dheerada xukuumo. Midda kale tan marka waxay noqonaysaa wixii la odhan jiray ma banaan tahay naska in lagu khasiso bilmuctaad, bilmuctaad. Nabigu ilig buu sheegay, ma kala qaadan asalkiisi iyo zaa'idkiisi. Idan waxaan leeyahay naskan waxaan ku khasisaynaa almuctaad fi nnaas, khitaabka shaaricu wuxuu ku soo baxay oo ku yimid sidii dadku yaqaaneen, binaadku yaqaaneen. Tayib, wama arsalnaa min rasuul illaa bilisaani qawmihi, nabigu wuxuu ugu hadlay oo saa ugu sheegay oo sinka u idlaaqay, way garanayaan iligan dheeraadka ana inuu meesha baranka fayl yahay, hadduusan dhib kugu haynin dheef fiicanba kuuma hayo. Xukuuma ka waajibaysa wa xarakatu sinni in qallat faka saxiixati, wa xarakatu sin iliga dhaqdhaqaaqiisa u dhaqdhaqaaqo oo salkiisi intuu dabco u dhaqdhaqaaqo, in qallad xarakada hadday yar tahay ka sinin saxiixati ilig fiyow buu la tooyn yahay. Iligii baa dhaqdhaqaaqaya, laakiin waa dhaqdhaqaaq wax ruugidda iyo madqiga iyo waxqabashadan waxba yeelayn, laakiin sida iligeela u fadhiyo oo ma fadhiyo xooga waxa ku jira disaal la yidhaahdo waa dhaqaaqaya, laakiin waa dhaqaaq yar. Idan asna diya kaamila ka waajibi, indhaha bini aadamku siaysan isku tabar ahayn, xaggan kii xogow argiisu daciifka ah iyo kii argiisu fuulka isku magbay ahay, gacanta bidix iyo midigtu isku awoodna maa, isku tayana maa, isku waxqabadna waana isku mag, ninka duqanka iyo caaqilku waa isku mag, manaaficda noocaase iskaaan laka sooci karin waa la iska cafinayaa. Ka saxiixati bay la too tahay, mid fayow baa laga soo qaadaya. Xaggay kala mid tahay fii wujuubi alqawadi wa fii wujuubi diyati kaamilatan, haddii qisas loo baahdana iligaadi adkaa ayaa kiisi yaraha dhaqaaqay loo siibi, hadday mag noqotona mag buuxda wey. Tayib, taasna marka an takuuna asliyan soo maray, an takuuna waxaa kaloo hadda ka soo baxanay an takuuna thaabita, hadda bilaabatay thabaadku marka haduu yahay xoo dhaqaaqay yar waa ka thaabita, ka thaabita. Wa in batalat, hadday burto almanfacatu dheefti iliga, hadday burto dheeftiisuna waa maxay? Waa manfacatu lmadqi, calaalinta iyo wax ku ruugidda dheeftiisa u weyn ah, hadda ta laga hadlayn waa middaas. Wa in batalat almanfacatu, hadday burto dheeftiisa iligu, fa xukuumatun tajib, fa tajib xukuuma, qaadi wuxuu garto ayaa markaa waajibaysa weeye, maxaa yeelay manfacada u badnayd ba meesha waa ka baxday, laakiin maadaama jinaaya beladiye aysan noqonayn waa qaadiga wax u qadaraya. aw amase naqasat, wa isdhintay almanfacatu walam tabdul, wey manfacadii baa isdhintay iliga laakiin ma burin, ma burin. Fal asaxu, sida asaxa waxaa weeye ka saxiixatin, ka sinin saxiixa, sin ay ilig fayow bay la too tahay. Meesha fal asaxu uu sheekhu yidhi fal adharu ayaa wanaagsan, fal adharu baa wanaagsan.
intayna ka tegay masalada hore ee ku saabsan carabka, mar hore aan soo marray shaaficiidu masale muhiimay sheegaan oo ay ka hadlaan. Waxay yidhaha hadduu ilmo yar carabka laga gooyo, ilmo carabka laga gooyo, carabkaasoon la ogaana miyuu fayoobaa mise wuu jiranaa? Xuruufta qaarkeed ma ka soo baxday mise kama soo bixin? Midna war looma hayo. Maxaa waajibaya? Way isku khilaafeen shaaficiyadu, marka waxayna saxiix yeelaan badankood in la yidhahdo wax laga soo qaadayaa carafayow carafayow. Muqaabilka wuxuu asugu cuskan yahay, alaslu waa maxay? Waa baraa'atu dhimmati aljaani min alghurmi. Qowlka la rajaxayna wuxuu ictimaadayaa ilxaaqu lfardi bilaqlab wa asal, ilxaaqu lfardi bilaqlab wa asal. Marka maadaama uu fardi asagu yahay, dadka ka badan baa la raacinaya maadaama aan la ogeyn in uu aafo carabku qabay. Waalgariib, alimaam imaam raafic imaamun alxarameyn wuxuu soo guuriyey carab haddii la gooyo aan la ogeyn ma fayoobaa mise ma fayoobay? Wuxuu soo guuriyey in shaafici isku raacday, isku waa istifaaqeen inuusan diya lahay, lianna alasla waa baraa'atu dhimmati aljaani min alghurmi. Alimaam araaficina wuxuu soo guuriyey shaaficina isku waafaqin calaa wujuub diya, laba itifaaq. Tayib, marka ra'yiga raafici baa loo badan yahay, ra'yiga raafici baa loo badan yahay, imaamka hadalkiisu ma saxno. Meesha fal asaxu uu ka cabirina fal adharu, lianna khilaafka masalada ku jira waa qowlaan lishaafici, laba qowl baa ku jirtee, laba waj ma aha. Faka saxiixati, maxaa yeelay waxaa isdhintay un weeye manfacadii, laakiin weli waxba asalkeedii baa jooga. Waa ishii oo asalka aragtida uu jooga, laakiin xugu dacfi ku yimid. Waa gacantii batshiga wax qabashada wax ka jooga, laakiin xugu dacfi ku yimid. Laakiin hadday manfacadu wada tagto, markaa hadeefa xukuumu waad soo martay. Waana masala khilaafiya. Waxay ka mid tahay leeyihiin lugti la gooyey, hadday lugu yar luudahay, laakiin aan sidii dhalinyaro loo laxaadsan karin, magun baa waajibaysa buuxda. Waa la mid dhabarka haddii la jabiyo yaro saa u boodahayo, mag baa waajib, waan gaari doonaa. Oday tukub hayo qalloocatay, haddii la jabiyena dhabarku qalloocayna magunba. Mar hadday asl manfaca ay baaqi tahay, waa la israac, intaasay daba socdaan oo waxa laga soo qaadayaa asal. Walow qalaca, hadduu fujiyo sinna sagiirin, waxaan soo baran takuuna asliyatan, waanu soo maray. Waxaan kaloo soo maray thaabita, waxaan kaloo soo maray taamana, waynu soo marnay taama. Xageen ku soo marnay? Waa bilow u horeysaan ku soo marnay, maya naqasa maaha, meesha u horeysaan ku soo marnay maya. Sawaaun kasara dhaahira minha duuna sinqa aw qalacaha bihi. Ilga taamada waate waa ilga inta muuqda la joogto, waa taam. Intaa muuqda hadday wada joogto, waa taam weeye. Halkaasay dhigu soo marnay. Ayib, walow qalaca, hadduu fujiyo sina sakiir, mid iriggiibuu fujiyey, kaasoo lam yuhir, aan ilka jabsanin oon la soo bixin. Ayib, aan ilka jabsanin, aan ilka dhacsanin. Falam tucud, ma soo noqon idig, wabaara waxaana cadaaday. Fasaadu lmambati, meeshay ka soo baxaysa inay hallowday. Wajaba alarshu, mag baa waajibaysa. Waxaad jabisay ama riday ilma yar iligii, ilmahaasoo aan ilka dhacsanin. Saan u sugaynay iligii wuu soo noqon waayo, waa inaga soo mara, waa la sugi. Ilma yar ilig haddii laga rido aan ilka dhacsanin, xilligaa qisaasna ma waajibayso, diyana ma waajibayso, waa la sugi. Wiilka iligiisu wuxuu ku beekhaamo inuu soo baxiyo, inuu soo bixi waayo. Falam tacud, ma soo noqonay iligii markii la gaadhay xilligii ilkuu soo bixi jireen ee muctaadka ahaa. Wabaana waxaana cadaaday, biqowli ahli tibbi, biqowli ahli khibra, khubaradii iyo qolyihii ilkaha ku takhasusay waxay cadeeyeen inaan ilkaas soo noqonin. Fasaadu lmambati, meeshuu ilku ka dhalinayay, meeshuu ka soo baxay, waxaa la ciridka u dhammaatay. Ayib, wajab, waxaa waajibaya alarshu, arshi baa waajib, diyaa waajibaysa. Marka diya buuxdaa loo jeeda, hadii diyada soo martayna shanta ayid baa loo jeeda. Waladharu, sida adharka waxaa weeye, annahu law maata qabla albayaani falaa shay. Adhar waxaa weeye annahu law maata, wiilkii hadduu dhintay iliga laga riday aan weli ilka dhacsanin. Qabla albayaani lilxaal, asagoon xaalkiisi cadaanin, saad iligi looga riday wixii kadibba wiilka waa dhinta. Xilli lahubsaday iligiisi inuu soo bixi lahaa, inuu soo bixiya muusan gaadhinba, waa laqmaday. Falaa shay-a, shay ma jiro, yacni waxba ma waajibay. Falaa shay-a min addiya, u jeedaa sheekhu, falaa shay-a min addiya. Amaa xukuma waa waajib bilijmaac,
إن الحكومة واجب يسوى واجب بالإجماع إجماع الشافعين وجدها دماء إجماع أمد مركز شافعي واسكو وافقين ماشا يضع إن أي حكومة واجب يسوى وأنا هو المنصوص في الأم نص الشافعي واسدها في الأم مركز فلا شيء وحكومة ثاني سائنا لا دية ولا حكومة أي سنجرين مقصود دماء سانا شيخ ومجيد وحوجي ذا فلا شيء من الدية دية الشنطة أي ما واجب يسوى إلقى تور دعي أنت اللقى ورسوك هاي المهور دنتي ما يراه القاضي بعد الله حكومية مركه وحايسة يا أصل يا ظاهر أصل يا ظاهر بايساي هل كان فلا شيء هذا أصل يا ظاهر سوحي سوها يعني أصل هو محي وإن ننك إلقى جان ريدي آن وحبل أقول هاي وإن ذي مدينة سوأي أصل بريء هاي إلى دليل أوصار ومد يحول أوصار ظاهر نوامح المير أن الكدع سن إلى اللي يريد وح ظاهر أنه صور نقول لها الظاهر أنه لو عاش عاد هذو علم النولان لها إلى جون صور الله من لها بظاهر مركو تعارض الأصلي والظاهر كل الرجح هذا أصل كبل الرجح طيب ظاهر كبل سكيتك وأنه لو قلع والأظهر وحوى أنه لو قلع هذو فتشيه سن مثغور من كدع صديب فتشيه ومثغورة شرط أفراد بصعودها دي إلى هذا بقى سن مثغور من ذكر العصر إلي جيبه فجي فعاد ويصول الله بطي إلهي بابا أقر قاريب إلهي بابا بريي وليس علي لا يسقط الأرش مقتدع ميس ديدي شنطة إدوى ديبي إلي جيسو النقضينا إلهي بابا إيسو علي ونعمة جديدة من الله ماذا حق ربي يقيب إلي جي لقصة مريه إنتان قد عاي إيسو بحيان أمدى لدح جوزو إيقما دارينا مكتي سبح هدو كوسو بحي أنا من المعرورة من الله يبقى لي أقر قاري اسكت بحي الله مكتوي طيب شافعي ذوالك وحيكا الله نوانا كلي أنا مه هدي إلي جي لرهدي إلي جاسو رهدي تي الله قوة مركي وماشي اللي وعلي وكبك سيدو محا حكم اللي ويدع ذا هدى وينو كوبا دانتاي قصاصتي هورت الدين مقدعي ميسو لكن قصاص بالغه الله هي جماعة من السلة وحيدة هذين هدي إلي جي مركي لقا أرهدو أقب سطت كل عشتو ميشو وكوبو بوسودو واخير أمبوان كرهدي أصبح كل عشتو أصبح هدين ميشي كيك فشنتو كفل فشو ويكحوا تزاي أطالة دان يبقى ستنا الإلهي بإيقر كاري حنابلو يليت من سعد يسمى ثوري يشاب عيدا وواجب لقاء لسيب إليكي انتي اللقاء الرذي بساسان لقاء الرذي أدمش كل عشر تي إلا سمر لبعض السور رذي وواجب أحمد يليت من سعد يسمى ثوري وحكدوا لين أركتئة مع إلا ذاك الدوان وحلين قصاص سيما قصاصتي بان التساوي بعد الربي أنا يوم مرة دي قرر دي إلقى يقول حسب كل عفكين لو أظن مرة أنكو قصاصتان صور رفتم بنا هكي نكمي عشان كرت لأنه أنا هو أفضل أقنا هذا أن إلقى قرحسان الله صعود تم قادة نحية صورة قلمة وعدم التماثل عدالة العام وي مركب وان لقاري دي بيكون عليين ليث من السعد يو أحمد يو سفيان الثوري يا جماعة من السلف شافع عوري والو دين كلاهاي لكن ونجاسه وميت حب ميدي ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت مركه وابختي صلاة كاسح ميسو مركه نجاس بعد انت قوضتا شافع يضيكو قلال مكتوى هاي امتحان هاي امتحان يا سنو لهاي نقول إنه لاضي أو لقب سدينه إنه لي وعد هاي بيلي مرجع لكن مالكية نرديه وحيد هذه إلقو حكم كشرعه ما حكم ثابت أعيان الراعي أوصاف بالراعة أحكام تشرعه وحكم رنتا أوصاف بالراعة إلقو مركم ماشين كل الجناة دي كحيث كو قادنها يقول صمنا ولاها مركي ماشين تيل يقول عليه وكبك سدودي جو قاتون ولا هذا ميد من ماها والله بختي أفوفي ونول يا هذا واحد أنا وحاني لما يمرك اللي جو يمحون نقضي
ميت الله سبقاهم ما كان على ما كان بخت بالله طيسيب ينجاسو سلامة كأصيح ميس دقال قوات فانتين برمالي عقود سريزية وصلاة واجرته ولو قل على هذه اللفوتي الأسنان الكيبة اللفوتي الكيبة أردن بلغات داتش صدون إيا اللبادي وردن خلقات داتش ومعوه أنك مدبقلي فبحساب حساب المقلوع أنت اللفوتي مدل بحساب تسيبوا ليه فبحساب حساب المقلوع إلي قول بول اللفوتي حساب تيسي صدون يلا بقى أمباس شن خلاط قرفان بقول إيه اللي إحنا خلاط بقى هو واجبي هدون الذهب يسكح حدا يلا في يضيق معها معلن يقال لكم حرة هديكوا أنفع ويان أو مركا كوش قي ويان هدي الذهب مركا الغوة قال مركا مارك يزوي بقول إيه اللي إحنا لأنه هو نيد بقول إحنا يدي يلا ما يسون ما يمركا يلا ما قيل هم كلبرين نظمة الله كلبرهم وفي قول قول حليه لا يزيد دية كيل الجبي ككر الميسو على دية إن اتحد جانب وجنايته قول حليه وكذا هذا الدقيلة نينك الكهر نمبر لك كهاد جاي مهار روح صماها نمبر كنا صهال نمبر ماها ها هدي مقوم بواجب بقول هذا بواجبي لأنه أعضاؤه كما دية بضاته نفتك مدية بضطة يواصو تاغن ياي مالي كدية بضطنا وصومرت سيدي قعمه يلوه وصومرت مالي الإسراعيان وصومرت لا يزيد على دية لا يزيد المقلوع أي لا يزيد حساب المقلوع كي اللي تبيي إيه لدادي كي لدادي حساب تضقب على دية هل ديو دية النفس وياد وإن اتحدها دون مدوبه جان لبقيست إيه وجنايات راوع بأي مدوبات هدي لكن أتعدده وأكل دوانته وطومرتين هدي هل كان موضع الوقود في أي بوكسته هذا نبر كله إن الله بيه الجهة اللي وقود في هذا نبر كله كان الله ده ذنكو وإسرائيل مدول بمرك عن نقنية نبر ملح بناء مرك عن نقنية ورك قولكم مثلا رسول حليه هاي حكدي عن تاي أصابع دول جوي قعنت هل كان دول جوي أنا وأون كونتون هلات هدي أنتي كيف كل الدايا فرح الله جورنا كل جون نكونتون بيا هاي مرك هدي لبلاً بلو جورو محيطك جرينون بقولهم بيتجاهي. الكوهنا ينضافن بتجاهي هاي بقولك ينضافن. قولك ورك ما قولك ورك وركيسه مثلاً مثلاً. وكل لحن حوجد بي حبين كي تضرب. لفقريت ده دجل كان هو سيء ككوري. وكل لحن لفقريت والبا نصف دية مقبركة بك واجب. نصف دية مقبركة بك واجب. لأنه حاليا مد والبا نفع بوليه هاي. بدل خاص هي مقع خاص نواله مركا الكاس على الأمر قياس يا أقوال السلف بلود اللي شذا إجمعنا مجره نص كوا صحينا مجره نص كوا صحينا مجره ولا يدخل أرش الأسنان في دية اللحيين في الأصحي ولا يدخل قلم هاي أرش الأسنان الكهم مقتودي في دية اللحيين لبدأ الدقلام الوضع قل مقتضي قد قال ما يا في الأصح يضين قبصنه مش أصح وكعبري على النص بكفي عن على النص لأنه هو منصوص الشافعي في الأم مجلد كليحات بقول لباطني أفر مختصر البويط مختصر المزني مختصر يوسف البويطي صدح كتاب ومسلك عدوي مسلك عدوي صموسا دين شيخه قال كان كوري كهو صبا هذه اللي قفتي صورة هذه ما كان على الصورة إن جرى المير بلا فتي المير اللي كبر أصوب بحن يا قلكم حسنا لقى كورونا لفتي مدول بوحوله كونتن هلاد أما الله بعطين يا شان هذه حق دمر هذه اللي بقول اسكت تغنى وابقول ما قدم ما يستر قياسا حلوي قياس قاست ما كان في الجنس عضوان عضوين وحول بو عضوان أها أم عضوين أها ولا بحبين أها وحن صوم مرة لا بدي قعمود لا بدي لقود لا بدي إنود إن قياس كسر كسر عنا تاسع مرة قياس حق بدون ويا موقني أما أضي وحال جق لا بدي قلف وجي الكوب قطعته أضي هرام بقصة خما الكيس وصوشتي هل إليك بقولين باقل كوسل فجي كيسان الفجي مركا مدول بحيلنا يا كنتم بحيلنا مثل كقب هذه لفجيرة ولا يدخل قدقل مهيو أرش الأسنان الكهام مقتودي في دية اللحيين
labada lafgarood magtooda gudageli mahayo ee mid walba gooni baa loo xisaaba ilkahuna waxay kuu noqonayaan mata ilkahan markorba kaa daadiyey sodon iyo labada dhulkaan ku dhigay maxaad ii xukuntay boqol iyo lixdan alaad labadii qalla haddana waan ku qaaday waa boqol kale laba boqol iyo lixdan alaad geel buu ka dhargamiya asaguna suu noolan lahaa baa rabaa had filaasa haddaynu qabsanno ayib marka sidaas wey qiyaaskan baa loo xujiisanaya wadaadana waxay leen waa israacahayaan waa israacahayaan marka waxaa leen laba kala duwan weeyo ilkuna waa gooni lafgareedna waa gooni wuxuu u gudbay xubinkii sideedaad wa kullu yadin gacan walbo la gooyo nisfu diyatin magbarkeed baa ka waajibi magti nafta nuskeed baa ka waajibi oo kontona ayib ama labaatan iyo shan ah xagga dumarka goorma laakiin in qutca haddii gacanta laga gooyo weeye min kafin ay min kuucin kama cabara bihi raafici saasaana ka fiican min kuucin haddii cumaacumta lagaa gooyo wey cumaacumta lagaa gooyo leanna waynu soo marray haddii kuwan lagu gooyo haddaan halkan lagaa gooyo tan inay noqonayso xukuumo oo soo martan kafka xukuumo yeelanay min kuucin ayaa ku wanaagsan in qutca haddii laga gooyo wey min kafin ay min kuucin maxaa yeele kafku gacantao dhan baaba la yidhaahdaa gacanto dhan buu ku dhacaa kafan halkan oo dhan buu ku dhacaa marna faraha bes buu ku dhacaa mara gacanto dhan baa laga cabiraa marka min kuucintaasaa ku wanaagsanay daliilkii xadiidkii cabnu shucayb iyo kii cabnu xasm way ku yimaadeen waa masale ijmaaciya gacantu inay tahay diyadeedu ay tahay konton waa konton fain qutica haddii la gooyo min fawqihi cumaacumtu wax ka koreeya halkaasaa lagaa jarayba meesha saacadda lagu xidhaa lagaa jaray halkan ba lagaama goyn fain qutica haddii laga gooyo min fawqihi meel ka sarraysa kuuci ama kafki fa xukuumatun aydan xukuuma markaa waajibaysa xukuumo ayaa waajibaysa maxaa yeelay intan keliya faraha keliyaaba yaaba konton qaadan jiray halkan oo lagaa gooyona konton bay ahayd halkan haddii laygaga daray waa maxay xukuumay leedahay xukuumay leedahay oo ma yaraahu lqaadi qaadigaan leenahay bal hawshaasi lianna halkaani laysa taabica lilkafi faraha ma raacsano waa xubin ka baxsan xubin ka baxsan wey wa fii kulli usbucin far walba casharatu abcira toban geela ka waajibi toban geela far walbana toban geela ka waajibi waa xubinkii sagaalaad baynu bilownay xubinkii sagaalaad baynu bilownay toban geela ka waajibaya xadiid baana ku asaxday fara badan masaladaas faraha iyaguga ka xadiid badan yihin xadiidka camnu xasm kii camnu shucayb can abi can jaddi cabdillah bn camn caas xadiid bn cabaas jamaaca min asxaaba laga wariya asaabicu lyadayni waarajulayni sawaa cashru min alibili likulli usbucin xadiidka ibn cabaas baa kusii cadda taasi waa iska dhib yar tahay waxaa kaloo ijmaacna oo ku guntamay in far walba ay leedahay toban halaad suul iyo faryaan la kala qaadaynina ijmaac baa ku guntamay ibnu mundir baa soo guuriya fii kutubihi jamiica ijmaaciisa awsadka ishraafka iqnaaca kulli buu kusoo guuriya kadalika khaaabi fi macaalim sunna waa soo guuriyey ibnu qataan alfaasi kitaabkiisa aliqnaac fi masaail ijmaac abulxasan waa soo guuriyey ayib wa fii kulli unmula xubin walbo farta ka midana ulutu diyati lusbuc farta magteeda magtaa ulutkeed baa waajibay fartoo socota oo dhammaystira magteedu maxay ahayd toban halaad xubintaa haddii lagu gooyana saddexda xubnooda faraha fartan baa loo qaybin tobanka halaad saddex halaad iyo hal daloolkeed wa fii kulli unmulatina ulutu lcashara tobanka ulutkood baa waajibaya ijmaacii ku jiray farta qudhigeeda unmuladana ku jira ijmaacii hadda aynu maraynay baa yaa ku jira iyaduna waa daliilkeeda waa alijmaac haddaa diidana waa towsiicu diyaan leenahay towsiicu diya ayaan leenahay ijmaac mustanadkiisu waa qiyaaskaa meesha yaalla wey wa unmulatu ibhaami nisfuha wa fii unmulati ibhaam suul xubintii oo la gooyey nisfuhaa nisfu diyatii baa ka waajibi suulku laba xubnood buu isagu ah keliya waa laba toban halaadun laba u qaymi shan baa waajibi wey laakiin faraha kale saddex xubnood bay ahaayeen waa loo qaymi tobankii soddon iyo saddex baa markaa waajibaysa saddexda masale isdaba taalla
far walba inta ma halaad ay ka waajibi xubin walbana uu ثلث دية الأسبوع ka waajibi suulkuna uu leeyahay nis iyo nis loo kala jabin ijmaac baa ku kuntamay wadaadii aan soo sheegay hadda saddexda wadaad aan soo sheegay baa ijmaac soo gooriyay saddexda mas'alaba wuxuu gudbay sheekhu mas'alo kale oo lugihii ah waa xubinka tobnaad wuuna soo qoray wuxuu warrijlaani kalyadayni fii jamiici almasaa'il waa ikhtisaaru warrijlaan labada lugood kalyadayni labada gacmood bay la toon yihiin gacan walba lug walba waa konton say gacan walba u ahayd konton far walbo lugta ka midana waa toban xubin walbo farta lugta ka midana waa ثلث diyati alusbuci suulkeeduna waa laba xubine isagu xubin walba nis buu leeyahay oo shan halaad ah masalkaad soo martay baa kugu jira ayib halkan uu dhigay yaa fiican raafic isagu muxararkiisa lugaha wuxuu kusoo sheegay meel gooni bilowga yuu soo geliyey laakiinna wuxuu ihi maya tartiib waxaa weye in lala sugo lugiyo gacmo isku meel la dhigo saasana fiican saasana fiican xubinkii marka lugaha daayuuna xadiidkii camr bn shucayb can abi can jaddi kii camna xasm kii amna cabaas ijmaacu lumma ayaa ku yimi isaguna ayib waxba kaga noqon mayno xubinka koyo tobnaad wa fii xalamatiha gabadha naaskeeda ibtiisana diyatuhaa diyatu lmar'a waajibi haween nooma soo sheegin lakin siiqad ka garan wey wa fii xalamatiha damiirka haweenkeed dumarka loo celinayo waad fahmaysaa xalamatayha cafa xalamatayha labada ibadee naaska xalamad waa la yaqaanaa waa inta naaska midabka goonida kale hadii ruux madow yahay way madooban hadduu ruux cas yahayna guduud bay isu bedelaysaa marka intaas waa la yaqaana xalamadu middaa wey waa naaska manfacadiisa meeshii wax laga nuugi lahaa ama quruxda ku xidhnayd ama naaska caafimaadkiisa ku xidhnaa wey halka haddii markaa la gooyo gabadhii naaskii inuu dhintay ka dhigan tahay wey wa fii xalamatayha labada ibood intaa wareega ah ee naaska ka duwan haddii gabadha laga gooyana diyatuhaa diyatu lmar'ati baa waajib magteedii baa waajibi tana labaatan iyo shan naaskan naas kalena labaatan iyo shan marka konton baa meesha kasoo bixi wey konton baa meesha ka iman xadiid saxiixu ku asaxay ma jiro athar laga wariyay saciid musayib ayaa jira oo isagu uu saa xukumay ijmaac baana la soo guuriyey in labada xalamo ee naaska ibihiisa iyo wareegaar haddii la gooyay gabadha in diya kaamila ay waajibayso ijmaac baa la soo guuriyay waxaa soo guuriyey ibnu cabdilbar fi listikaar waxaa kaloo soo guuriyay ibnu qudaama fi lmugni waxaa kaloo soo guuriyay ibnu qataan alfasi fi kitaabi alicnaac iyo ibnu mundir isaguna afartaa caalimba way soo guuriyay ijmaac khilaafkumana hadda lagu horgeeyana maana arag wa fii xalamatayhi bal ninku imow ninku labtukiisu ib buu leeyahay iyaro isaguna soo yarkuusanoo naaska ka duwani wa fii xalamatayhi labada ibooda ninkana xukuumatun qaadi wuxuu gartaa ka waajib oo maxaa u kala qaadeen ib rageed maxay haysaa manfaca quman ma laha uun caafimaad iyo uun jirka qurxisa mooye lamana nuugo ilmana wax ma tarto bilaash bay ugu taallaa marka xukuuma ka waajibi ayib wa fii qowli qowl wuxuu leeyay diyatu magbuxda ka waajibi waxaad ka dhegaysan mayne laba xubin weeye wixii laba xubnood ee ku yaallana xubin walba konton buu noqon jiray qowlku warkiisa wuxuu leeyahay xubin kama duwano intaa ibta nin haddii lala kaco konton ka kalena konton boqol ayib warka horaa xoog badan leannu ma siino meesha ma siino midda kale xalamadii la sheegay lagu ijmaacayna mid dumar bay ahayd ta raggana khilaaf baa ka yaalla hadday siman yihiin ummaddu iskuma khilaafteen xalamo haween iyo min lab hadday siman yihiin salafkuma iskuma khilaafeen ayib wa fii qowlin qowl waxaa ku jira diyatuhu ay diyatu rajuli baa waajibaysa lakala qiyaasan caalmar'ati buu leeyahay qiyaasan caalmar'a haweeni maxaa waajibay diyadeedii ninkana diyadiisa baa waajibay waxaa lagu bushiyey oo la yidhi qiyaasku waxaas asal la rabaa farciga asalku inay ku siman yihiin cillada ay ku siman yihiin ama cilladu ay ku badan tahay farca marka cilladu asalkii bay hadda ku badan tahay oo haweenayda ah marka qiyaas maca alfaariq weeye walaa yasixu asla xubinkii wuxuu u gudbay sheekhu labiyo tobnaad wa fii unthayayn
raayihii iyo xiniyihii raggana diyatun kaamila ma buuxda ka waajib. Labada xiniyood haddii lagaa gooyo ama la burburiyo ama lagaa tumo iyo marka dhammaadaan ama la riiqo, waxaa weeye diyatun kaamila ma buuxda ka waajibaya, laanna waa xubin qaali ah weeye. Xadiidka camr bin xasm waxaa ku yimid wa fil baydatayni diyatun, labada xiniinood ama raaya ah waxaa waajibaya diya waajibaya. Ibn Mundhir iyo Ibn Xazm Ibn Qataanna ijmaac bay soo guuriyeen. Ibn Mundhir iyo Ibn Xazm Ibn Qataan Al-Fasi saddexdu way soo guuriyeen. Waa maxalu tanaasul, waana xubin keligii ama waa laba xubin meesha ku yaalla. Marka diya kaamila nasna waa ku yimid ijmaacna waa ku yimid. Wuxuu u gudbay xubinkii 13-aad. وكذا ذكر ولو لصغير وشيخ وعنين وحشفة كذكر حول وكذا وحلمد أودية كاملة واجبيسة ذكر حبن كترنج الرجع حبن كترنج الرجع رأيها معها وش دار دي لجوينا دي مركز واجبيس ولو كان الذكر حبن كهبا يش لصغير المير المير تقول لك اللي يقول يا أنتي الله لك أصلا مقبول هذا وشيخ أودي وايل وكبحي يبا وحول لك أنا لاي وحرق كان نقوا هلك اسكف ولا دلالة كعنا مقبول وعني بهنكي كي بهنك هاي أزوج مركا هول قبك آه هبوط ضدنا هبدا يرادي أصلا مقبا واجب اسم حي الحبيب كوا في يوي هوي بهن ما يسي هوشن كلا وقبل لا إياه حق مسكح ذي يوضنا هاي عاف ما درك لو ويان لير لكن حبيب كان أزوج اللي بمقبه دي ذا وحاس كان هو حبيب وعني نزيد أسوي طيب المهم وحان كاين عنينك اجمع بك كنت بي وحان عنينك كاين اجمع بك كنت بي حديد كي عام من حزمنا وفي الذكر دية حبنك ترنك رجل لقى قوينا مقبو حذو بقول اه ايا كواجبي ذكرك اما المير هيش اما اضيوا ايير هيش اما ولا لير هيش ايضا مقبا واجبي سو اجمع وحسو قري ابن منذر نقطان الفاسي نقطان الفاسي عنينكنا مقبو حذو واجبي على رأي جمهور السلف لكن قتادة من دعامة السدوس وحولية هاي عنين أما بهن حبن كسادين لقوي ثلث الدية تبا واجبي قتادة كل جبا خلاف وثلث الدية كده جاي ورك قتادة ورسهل المها ورك قتادة ورسهل المها لكن جمهور السلف ماشي مري هذان قياس حقوق بدنيا نص الغمارين أجا الله سكتوا يستاجع طيب وحول الشيخ وحشفة حبين كترك قيب طهوري قيب طهوري كذكر بين لمتا وش انتي اللي سكت دايبا بقيب طهوري اللي قوي حشب بضا احكام تبضا كان ايضا يكو حرانتا كتب الفقه قواعد والقرن ايزان انت اسو مسألة تضباطا مسألة نما با الله بقوله مسألة قارسي سويد وحوري ما يواصل بقوله اللي احدا مسألة المين سيد دون هالنقطي علاج علاج احكام تعدد كل ما نسي الزناده اي وحي كحرن توامح وانت حشفظها انت هدول يقول يحبن كنا لا دايو مقبوح ده اذا قياس ام با ديلكو اصح يقول ام مجرو ديل يقول ام مجري وحلو قياس قاتي منافع الذكر ودن ايضا يتابع اوتها حبن كتر دافتي سو دنبا انت هورا حكمت اري اري مدح وري مقل جرتي برك وحاوي انت مركه هوش حكمت بها دي لا كعو دي كامله دي بوحده واجبيس لأنه حين الشافعي ذان وحي قصها رأي أيضا وتابع لها ذكرك أنت سكال أيضا رعسا يا إبا وكفك إيه حلم ذو وكلوي طيب يوحي لها المال وبعضها أيضا بركيد بان لقوي قيب تهوري حشفتي بعضها بعض العجم قيب تهوري بركيد بان لقوي بقستي قست البعض منها من الحشف أيضا صوب قل ما هاي ها قيب توراتي قيب لقى قوي انت هوري حبين كترن كا قيب لقوي قيب تا مقن يا انت دم ما نصف فيرنينا انت كجوكتا ايضا يا انت مقن بين نصف فيرنينا هذه لو حام مقن افرملود ميل ربع ديان واجبنينا وحام مقن صدح ميلود ميل ثلث ديان واجبنينا هذه لو حام مقن ولقى قوي نس ديا ذا كلبرت بين واجبنينا هذه لو حام مقن صدح ميلود لبا لقوي محصمينا ثلثاء الدية واجبين لحدن اللي حلال يلا بضلوا أيام واجبين مركب واساس وبعضها أي بعض الحشفة اللي قوينا بقستي قست البعض منها من الحشفة أيضا اسكوع عليسا ويرى ضغط الحقوق
وقيل وحال ليدي بقسطه من الذكر بواجبه قيل حليم مايا وشو رمى حسابنا هذه قيب طهر قيب لقاقو أيضا صان لقب الله إلى حبنك رمان لين مقام مقام حبنك وحوها طبعا سنتي ما بقاعدها هذه لبا سنتي حام مقام إن كم بدا حليا قيب طهر الرئيسة حبنك ترنك قيب طهر ضمبي سبا والسكو حسابي هذا وحي كام مقام حبنك ترنكها وحام مقام بقول كيبا شنبا مقام بقول كيف شنب ديدا لقاها واجب وحامقا عشر عشر بلغو واجب وحامقا تسع تسع بلغو واجب حيث كوها ينقيل كي يو قوي قيبتا كم مقا حشفظا ايادا لسو ايقو لسو فترين ايو ما اهي حبين كنا نابا الله فيري انتا انو حيث كوها يا وقيل مرضا مقشو قيل وخلاف اوجه منهاج ونصوم الرقوع مصطلحات كيس قيل هدل ذو انت بضن وخلاف الاوجه طيب خلاف الاوجه هو وفي قول انت بضن وحين قطا اقواش الشافعي اما قول مخرج بالله كدغي لكن هذا وحو ان المدين سنها يا شيخ انه ماشي كجر لبا وجي كجران ولبا لبا قول الشافعي هو والصواب انهما قولان منصوصان في الام قولان منصوصان في الام حبن كترن قيبت ردي لو غوي وحلو ايغي حبن كو دنبا لو فيرين marka diyada la qaybinayo iyo loo eegi maayo waxa loo eegaya ayadu baa loo fiirin waa qawlaan li shaafi'i mansusani fi al-um wakada waxa la mid ah oo khilaafan ku jira wakada hada al-khilaaf yajri hukmu ba'd marin wa halamatin hukmu ba'd marin sank inta si jabarka hadii la gooyo iyo gabadha ibtida qayb kama hadii la gooyo khilaafka hada aad ku soo martay hadii xashabada la gooyo qayb kamida yaa kugu jira وكذا وحلمدا حكم بعض مارين قطع بعض مارين سنك انت قيب كمدا لغا غوي قيبنا وي جوقتا قيب تاسي لغوي ما سنك ودن قصبد معل با لو ايغ ودي سنك لغا بلبا هلكا الى هلكا امسو نوقدا افر وحود بو نوقدا ما مقن واح ربع دية ميان دهينا مسي مارين كليا اسو فيرنينا انت ناس في روح علينا مغو اسا انت جلعزن وحي اهل لبس انت محمقا نص بامقا نص بام واجبين هذا صوم صومرين هل سفيريو قيبته هوري ايو ايد هل سو ايغو وخا كمقا يما يحبن كترن قال لو ايغو تي او كلا كجرت ايو وحلمه وبعد حلمه ابت الناس كقيب كم هدي لو غوي لو غوين وحد ايغيسا مناس كو دنبا لو فيرين مسا حلمه ان با لو ايغي انت باكو وجرته وي انت اسو شيخ مركا وجيدا حقوقها قيبتها هوري وحكم بعض المارين با خلاف كجرا خلاف كجرا مركا سيدا الراجحة وحاوي مارين اصوم بالسؤال قصبة الانف ليست من الانف خلاف الشيخ وحوق قليي هذه سنك مارين كبركيلو وقوي إن لسكو هيو مثلاً كورن بالو إيج إنت مقن بس حالسو إيجا هي مارك بس لسو إيجي صابك وحوي مارك بس لسو إيجي أما حلمضو صح وين خلافك وكجرة من الناس كورن بالو فيرم سيبتم بالو إيج أما مارك وحوي بركيها دلو جوي أستقم بالسو فيرم إنت تجي عسنايت وحكم مقن يو حكتشو جا بادية دي كنت كنت لا كنت عيد إيجا بقول كيد لا قيبنية أساساً إمام الشافعي أمك عدي أن القصبة لا تندرج في دية المارين قصبة الأنف مجودة كشو دية المارين كشغل كميلة حبن كافر يطبنات وفي الآليتين لابد بريض الله حابيه الدية كاملة بريه رجع أمها النقد أما الله بيدتك النقد كلقات ملا دية كاملة كواجبيس ولا واحد هن قبلها دمر كبريهودو يا لبك بريوس من ما يكون رجو حكومة هلا يجي هذا قوة ضمر كدية كاملة طيب إسكو ديف ما إسكو منفعنا ما إسكو قروح رما مركا نين إسكو ضوا ملاسن سروال بس كذا جفوا إسكو إردهاية لكن قبلو دي بضم بهوشة كلام كل ميزة وده ده الكاميرا دي ملا أنت وقفت وفي الأليتي في الأليين عفوا وفي الأليين لبضة بريوت الدية تبقى واجب لما فيه من الجمال والمنفعة وفي الركوب والقعود ابن منذر ابن قدام ابن قطان الفاسي صدح ذا وذات اجمع بيسوق قوريين لبضى بريود اللقوي ان الدية كاملة كواجب وكذا وحا وحبك الشيء طبنات وكذا وحي الدية كاملة كواجب يسا شفراها حبك ترى قدومر كلاوي سدنا لبضى الضبر لبضى دناع وسوق وليه هاي
هدي لقوي لفتنا لجارو دي كاملة شفرها وبشمها أو كلا قيبت الدبولي سي هيلب كالجها الله يا طيب لفت قدم بيساوش هول كلوه وكذا وحال مدة شفرها دي كاملة كواجب يسا دي كاملة مقبوح ذاك واجب وأنا مرك أي لفت لجاروي مرك أنت هيلب كالجويه لفت أي موقته أما لفت لجارو دي كاملة كواجبي الإمام ابن قطان الفاسي يا إجماع سوغوري أسوغنا قد يضع يضع في كتابي يا الإقناع في مسائل الإجماع إجماع بسوغوري هناك سوغوري وذات كسكلا كتاب النير لورنجري الظاهري إيه بك سوغوري إيه هدي لكن أن بشمه اللقو يحب كتارا قد بشمه اللقو يا قيب لكن أي بمنطقة حكومة مركة واجبيس حكومة واجبيس قليها دنك الله يستيقى إن قبلها مسلمات كأيد ويدستان دمرداف هي مقنس كبر عيانة واجب وطاي حبرها الصومالي قبلها جذاء واتقانان طيب ده مقام ظاهرين إن يبر كده هيلب كسي وضان يقوين يان يقوين يان يوح خفيف وتشل عصان ويقلاح من برين كرام بكسر ريبه هي قلاح هي عين قري وحيل أردي يربد باص إلى أردي أي مرك يكسر ريبه يعني إذا وهدية الأولى هضيع ضميان وهدية كاملة كونتون حالات بالغ الربا هدي دويانا ما نيم بان جونا مس دمر بان جونا شي محمد حقد هدي بقر ربا تصم طيب كنتن انت هو كفتر كنتن بامرك واجبي هدي دويسنا صدن افرتن افرتن يا شن وضع حكوميسا مركا هبرها صن كل واحد قعن كدي ليال وي وقعن كل ديك الليال ديات بيقبان وإن الله حسابته لسك إلى اليوم وكذا وحال مدة سلخ جلد مقارك هرق بلقا صاريب سلخ جلد طبك بلقا حيوبي ونقا صور شقا بضا روحي اللي دي اللي قريب لكي دبس إلا حيوبي مقار لسك صاسين نيف حولا دادكم مقار بملعب انت المذوم ويري طيب وكذا وحالميدا وحبن كيس لحية طبنا دي قدام بيه مرك لحية طبنا وكذا وحيديت لما يسترين كواجبيسا سلخو جلدين هرق اسكب بحين هرق دي لغاب بحيو ولغاب سيبا وقورما ان بقي حياة مستقرة لين هرق لغاب سيبي هضيبا نغلقو هدوي لأنه غالب محاب بضان روح هرق دي لغاب سيبا مرك أبو النف بحار هديس انت هرق لغاب سيبا آتسين نغلا تنغل سوغان مقبا واجبيس لما يسترين أو حز أوجويه غير الصالح هرك سيبي مثلا كأهين رقبة القدس أوجوي نبه هرك كاسيب الله قال قالها يسكف يو يو وركن نوران مهاي عن سراعية كتك كو قال سراعية كي هرك كاسيب كو أنكو بس كراعية طيب كان كدلي محكو واجب كان قرط جوي دي كاملة أما قصاص هذا العفين كي هرك كاسيبينا أصنع بقول كله لو ما قلت بكو واجب هذا هذا انقصاص يعني لأن حياة المستقرة ماشي صوقش نول فرديدا ماشي صوقش مركا عبارة قاب كو عبري بلقينا بكم مرمل لكن هذا قصي مشغول من الناس كذا تقول ها بلقينا مرم بدو بكفر عالبهم الإمام أبو الحسن الماوردي وأنا المنصوص في الأم مجلد كاللحاد سديتني اللبو بلقينا والرجح وحوليها يسلخ الجلد حكومة كواجب دي ملا سلخ الجلد نصنا كميمن اجمعنا مجره قياسنا حكينا يا بوريين حكومة الليلة الهرقة دي لغاسيبه حكومة واجبة حكومة دا اما بقولها لغا قدقو اما كنتها لغا قدقو اضاي كوتا الله ان قستو لها حكومة لما قرسيو دي مقدرة لما قرسي ام كان سيدا ساقعات اذا النسك الشافعي والا خلاف سنة هاي اجمعنا مجره النص نمجره بلقين وحلو وهو المعتمد ان حكومتها وحكومة من الرافعي في المحرر ينوينا وخلط سياسه سوي هذا انا سكت انه فرع في ديات ازاله المنافع يعني كل استغرام سوحير ما قدر صدها والله اعلم